بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، رواية ابنه عبد الله قال: وحدثنا محمد بن أبي عثمان قال: كان علي يعني ابن فضيل عند سفيان بن عيينة، فتحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار، وفي يد علي قرطاس فيه شيء مربوط، فشهق شهقة وقع ورمى بقرطاس أو وقع من يده. أرأيتم قلوب معلقة، سبحان الله. القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش، يعني الحش جمع حشوش، يجمع على حشوش في القاذورات. فهذا قلب معلق، سبحان الله. كما أن قلوب الناس الآن معلقة بالكرة وبالمباريات وبالفنانين والفنانات والفاسقين والفاسقات، ربما يموت لأن فريقه قد هزم، أو لأن لاعبه الفلاني لم يلعب. وأنتم ترون هذا في التعليقات على المباريات، شيئا عجب عجاب لو ترى عينك. فهذا القلوب معلقة بالعرش، معلقة بالرب تبارك وتعالى، معلقة بالخبر عن الجنة والسعي إليها وعن النار والفرار منها. فلما يذكر له مثل هذا يحدث يغشى عليهم. هذا ليس عجبا، إن الناس يغشى عليهم الآن في أقل من هذا من الفسق والفجور. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال: فشهق شهقة وقع ورمى بالقرطاس أو قال وقع من يده. فالتفت إليه سفيان فقال: لو علمت أنك هاهنا ما حدثت به، فما أفاق إلا بعد ما شاء الله. معروف عنه رقة القلب، سبحان الله، معروف عنه رقة القلب. وهذا فيها لطف المحدث، إذا علم من رقة قلوب بعض الحاضرين فإنه أحيانا يصرف الحديث. نعم، فما أفاق إلا بعد ما شاء الله. أي نعم، قال: وحدثنا بشر بن الحارث رحمه الله قال: سمعت المعافى. هذا علي بن الفضيل بن عياض، هذا طبعا يعني هذا مات في آية، هذا هو علي بن الفضيل بن عياض، سبحان الله. نعم، معروف برقة القلب. نعم، تفضل. قال: وحدثنا بشر بن الحارث رحمه الله قال: سمعت المعافى بن عمران. هذا بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، هذا بشر بن الحارث. اي نعم، الملقب ببشر الحافي رحمه الله، من لهو ومجون وانشغال عن العبادة والطاعة إلى هذه المقامات في رضا فاطر الأراضين والسماوات، ووجد يوما مكتوبا في الحمام اسم الله بين القذر، فقال: يا ربي اسمك بين القاذورات. أخذه وطيبه واشترى غالية وضعه فيها، فأتاه آت في النوم قال: يا بشر، طيب الله اسمك كما طيبت اسمه. هذا بشر بن الحارث المروزي رحمه الله، المتوفى وعمره 72 سنة ببغداد، وقد قصصنا قصة توبته وتسميته بلقب الحافي يقول إبراهيم الحربي، كما جاء ذلك في البداية والنهاية لابن كثير في ثنائه عليه: ما أخرجت بغداد أتم عقلا منه ولا أحفظ للسان منه، لم تعرف له غيبة لمسلم، لا إله إلا الله، وكان في كل شعرة منه عقل، الله أكبر، ولو قسم عقله على أهل بغداد لصاروا عقلاء، لا إله إلا الله، وما نقص من عقله شيء. الله أكبر، الله يجعلنا كذلك يا رب في طاعته وفي مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اشتهى يوما اشتهى الباقلاء سنين فلم يأكله، فرؤي في المنام بعد وفاته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. وقال كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب. يقول إني لأشتهي الشواء منذ 40 سنة ما صفى لي ثمنه، ما لقيت ثمنه سبحان الله. قالوا يا بشر بأي شيء تأكل الخبز؟ قال أذكر العافية وأجعلها إداما. الله أكبر، أذكر العافية. أي والله والله يا أحبابي ما جملت هذه الدنيا إلا بالتوحيد ثم بالعافية. ولذلك لما جاء بالطعام الحجاج قال كل هذا طعام طيب، قال إنما طيبته العافية. أي والله، وما الفائدة؟ الناس على فراش المرض يشتهون ولا يأكلون. قال الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله يعافينا وإياكم، الله يعافينا وإياكم. ورؤية في المنام قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأباح لي نصف الجنة. وقال يا بشر لو سجدت لي على الجمر ما أديت شكر ما جعلت لك في قلوب عبادي. لا إله إلا الله. وكان يحذر من الشهرة كما جاء في رسالة القشيرية للقشيري أبي القاسم ابن عبد الكريم القشيري، قال لا يرد حلاوة الآخرة تي رجل يحب أن يعرفه الناس. ابعد عن الشهرة يا أخي، اتركوا الشهرة يا شباب، لا تلهثوا وراءها. قال الإمام أحمد لعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن أخمل ذكرك، رحم الله عبدا أخمل الله ذكره. توفي في بغداد في يوم عاشوراء سنة 227 رحمه الله، ولما مات كانت جنازته حافلة، يعني يقولون أخرج من بيته من بعد صلاة الفجر فلم يوضع في قبر إلا بعد صلاة العشاء من كثرة الناس، من كثرة الناس. وقيل دفن في منطقة اسمها الكاظمية في بغداد، منطقة اسمها الكاظمية في بغداد. ولا يهمنا أين دفن، ولسنا من متتبع القبور عافانا الله وإياكم، إنما هذا فقط من باب ذكر خبر قد مر، من باب ذكر خبر قد مر. نعم. أحسن الله إليكم. قال سمعت المعافى بن عمران عن الأوزاعي أنه قال كان يقال يأتي على الناس زمان أقل شيء في ذلك الزمان أخ مؤنس أو درهم من حلال أو عمل في سنة. طبعا هذا سبحان الله، هذا الموصل، هذا المعافى رواه البخاري وأبو داود والنسائي، هكذا المعافى بالضم والياء المقصورة. المعافى بن عمران نعم أيوة، يلقب بيقوتة العلماء، الأزدي الموصلي الحافظ من أئمة العلم وأوعيته. قل أن ترى العيون مثله رحمه الله. نعم. وكان يقول سفيان الثوري المعافى ياقوتة العلماء، ويقول بشر الحارث إني لأذكر المعافى اليوم فأنتفع بذكره وأذكر رؤيته فأنتفع. وكان من الثقات رحمه الله. يقول ابن المبارك إذا حدث عن المعافى يقول حدثني الرجل الصالح. الله أكبر، حدثني الرجل الصالح، يقصد من فيه المعافى؟ ابن سليمان. تشبه بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالصالحين فلاح. لذلك أنا دائما أنصح نفسي وأنصح إخواني أن يجعلوا لهم وردا وحظا في كتاب سير أعلام النبلاء، كتاب صفة الصفوة، كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفية لأبي نعيم. هذه الكتب اللي فيها تراجم الرجال حتى نقف على أخبارهم ونأخذ منها
جذوة الاجتهاد ونعلم منها كم سبقونا هؤلاء القوم رحمهم الله، وكم أجادوا وكم أفادوا وكم نفع الله عز وجل بهم. لأن الأمة تعاني الآن من عدم وجود القدوات، قدوتها الفاسقة والفاجرة، وقدوته اللاعب والمغني إلى غير ذلك. لكن من هو قدوتنا؟ هو رسولنا صلى الله عليه وآله، الصحابة ثم التابعون وهكذا. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال: سمعت المعافى بن عمران عن الأوزاعي أنه قال: كان يقال: يأتي على الناس زمان أقل شيء في ذلك الزمان أخ مؤنس أو درهم من حلال أو عمل في سنة. عمل في سنة. نعم. رأيتم هذه الثلاثة. أيوة. هذا ما شد ما نحتاج إليه. هذا طبعا كان 321 المعافى، مولود في تلك الفترة، يعني في أفضل القرون. وهو يقول يعني يأتي على الناس زمان، أيها الفضلاء والكرام، أقل شيء في ذلك الزمان أخ مؤنس، أخ تستأنس بوجوده لأنه لا يذكرك إلا بالله عز وجل، أو درهم تكتسب من حلال. الناس ولغت الآن في كل شيء، لا يدري من أين اكتسب من حلال من حرام، أو عمل في سنة. للناس ولجت ولغت في البدع، عافانا الله وإياكم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن علي بن أبي حملة عن أبيه أنه قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه قميص مرموق مرقوع وعليه قميص مرقوع. الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى هذا أمير المؤمنين 20 سنة، وأمير على الشام 20 سنة، وعنده من المال، وهذا التواضع وهذا الزهد. أيها الكرام الفضلاء، يلبس ملابس مرقوعة، يلبس ملابس دلالة على الزهد. هو علي بن أبي حملة القرشي أبو نصر، ويكنى بأبي حملة أيضا الحمصي، وأيضا الفلسطيني من الرملة، ثقة، عاش في كل هالبلدان، عاش في دمشق يلقب بالدمشقي، وعاش في حمص يلقب بالحمص، وعاش في رملة يلقب بالرملي، وعاش في فلسطين يلقب بالفلسطين، وعاش في الشام يلقب بالشام. أرأيتم؟ وكما قال ابن حجر: ومن مر بأرض نسب صح أن ينسب إليه ولو كان لحظة، وكان كاتبا، كان والي، كان على كتابة الخراج، يعني وزارة المالية يسموها الآن. يعني توفي 216. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو عمران الجوني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يبني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم، فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال: فيمر بالحسنة فيبيض وجهه ويسر بها قلبه. قال: فيقول الله عز وجل له: تعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم أي رب أعرف. قال: فيقول: فإني تقبلتها منك. قال: فيخر لله ساجدا. قال: فيقول: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في كتابك. قال: فيمر بالسيئة فيسود وجهه ويوجل منها قلبه، فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال: فيقول: نعم يا رب أعرف. قال: فيقول: إني قد غفرتها لك.
قال فلا يزال حسنة تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد ولا يرى الخلائق منه إلا السجود. قال حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط. قال ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله مما قد وقفه عليه. ما هي الصفة الموجودة في الحديث هنا؟ ما هي الصفة من صفات الله عز وجل؟ سلام يقول صفة من صفات الله يا مشايخ هنا ذكرت في أول الحديث ويضع. السلام عليكم، لو يرفع القارئ صوته قليلا. ويضع كنفه عليه، طبعا هذا الحديث متفق عليه، يدن أحدكم ربي حتى يضع كنفه عليه، وهذا لفظ البخاري، وهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا هنا الحديث لأبي هريرة. والكنف في اللغة الستر والحرز والجانب والناحية. وقال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، وقد شرحناه كامل بحمد الله عز وجل 600 ونيف من الآثار والأحاديث، يقول ابن مبارك كنفه يعني ستره. وقال الإمام أحمد رحمه الله في الإبانة الكبرى لابن بطة نعبد الله بصفاته كما وصف نفسه، قد أجمل الصفة لنفسه ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. هذا الكلام مهم تأصيله يا شباب، لأنه قد خرجت نابتة عبر اليوتيوب في القنوات شيخهم اليوتيوب، ولا أثارة لهم ولا علم، يقعون في الصفات ويقعون في الأسماء بقايا جهمية ومعتزلة وأشعرية. لا نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته لشناعة شنعت. ما ينبغي أنك أنت لما تأتي في هذا شنوا عليك تقوم تنكر الصفة، هذا كلام يا محمد، أنت لست مطالبا بما يريده الجماهير. ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه. هذا وجه الدلالة هنا، هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة. وقال عبد الله بن أحمد كما في السنة، كتاب السنة يا أحمد، قال رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية، رؤية الله، ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها، وأورد فيها حديث ابن عمر يضع عليه كنفه ضمن ما أورد من الأحاديث. هذه كله أيها الكرام الفضلاء يدلك على ماذا؟ إثبات الكنف لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. وأورد الحديث هذا أيضا من رواية ابن عمر كما هو الآن من رواية أبي هريرة، هذا أورده ابن ماجه في سننه في باب ما أنكرت الجهمية، وذكر معه أحاديث أخرى من أحاديث الصفات. وقال الخلال في كتاب السنة باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى، ثم شاق بسنده إلى محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه؟ قال هكذا نقول يدنيه ويضع كنفه عليه كما قال، يقول له أتعرف ذنب كذا وكذا أرأيتم، نثبتها كما هي كما قال يضع كنفه. أيوة هنا نقول نعم يضع كنفه، نثبت الصفة ونؤمن بها، ولكن كيفيته يا الله عز وجل، نحن لا نسأل كيف، الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقر بالصفة ونؤمن بها إيمانا جازما. وقال الخلال أنبانا إبراهيم الحربي قال في قوله فيضع عليه كنفه يقول ناحيته،
ثم يذكر عن الأصمعي قال نزل في كنف بني فلان يعني في ناحيتهم، انتهى من بيان تلبيس الجهمية. وقال أبو موسى المديني في الحديث يدني المؤمن أو يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي يستره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى إن الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيخلو به ويضع كنفه عليه أي ستره. قال الشيخ الغنيمان في شرح كتاب التوحيد صحيح البخاري حتى يضع كنفه عليه، جاء الكنف مفسرا في الحديث بأنه الستر، والمعنى أنه تعالى يستر عبده عن رؤية الخلق له لئلا يفتضح أمامهم فيخزى أو فيخزى. أرأيتم؟ هذا هو الذي نستفيده من قراءة مثل هذه الكتب، كتب أهل الأثر وكتب الحديث، لنثبت ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله وكماله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.